السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ركبنا في مرسيدس اي 200 موديل حديث شوية للد ابليكيشن، نشوف مع بعضين التركيب. ده الواجهة من الخارج زي ما انتم شايفين كده، غير شكل العربية نهائي. الباب الخلفي عملنا فيه جزء صغير كده ينور عشان يمشي مع باقي الأبواب، مش لازم الباب يبقى من أوله لآخره ليد. أهم حاجة يبقى فيه تناسب وفيه ذوق كده في التركيب زي ما انتوا شايفين اهو. أنا عتمت الإضاءة عشان خاطر تشوفوا شكله كويس اهو. الباب الخلفي خد قطعة صغيرة كده، لكن الباب الأمامي خد كله والطابلوه كله طبعا زي ما انتوا شايفين اهو. الباب الخلفي وادي الباب الامامي الشمال، شايفين؟ بص لفف ازاي مع الباب، تقفل الباب يبقى متصل ببعضيه كأنه حتة واحدة. ده الشغل الصح، انك لما تقفل الباب الابليكيشن يبقى كله ماشي مع بعضيه، مفيش واحد فوق ولا واحد تحت. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.